ومش عايز اوضح بقى. النهارده مجلس الوزراء برئاسه الدكتور حازم الببلاوي، اسمه الرسمي، اسم الشهره من عندي انا بقول حازم شرف، قرر تاجيل الدراسه في المدارس والجامعات لمده اسبوعين، وقال ان الدراسه تبدا يوم 8 مارس. الحكومه قالت ان سبب التاجيل بيرجع لاستكمال المنظومه الامنيه ورفع كفاءه المنشات والمدن الجامعيه اللي اصابها تلفيات كبيره من جراء اعمال الشغب. طب انا مصدق، انا مستعد اصدق ده في الجامعات. طب المدارس الابتدائي والاعدادي، هل الاخوان كانوا كسروها برضو ولا كان فيها شغب؟ ما كانش. والتاجيل لكل مراحل التعليم مش لمرحله الجامعه بس. المهم ده السبب المعلن ان الحكومه مفكرانا احنا ما زلنا عندنا مثلا مرض البري بري، ولا ما عندناش عقل نفكر فيه، ولا ما احناش فاهمين الموضوع. لان المصادر داخل اجتماع مجلس الوزراء بيقولوا ان الدكتوره مع الرباط وزيره الصحه قدمت تقرير الحكومه طلبت فيه بتاجيل الدراسه لحين السيطره على الانفلونزا الموسميه، هي بتسميها كده، والاسم الشعبي او المنتشر او الدارج ليها انفلونزا الخنازير، وقالت انها انتشرت في الفترة الاخيرة. ده هل السبب الاستكمال المنشآت والاوضاع الامنية، ولا انفلونزا الموسمية او اللي درج الناس على انهم يقولوا عليها انفلونزا الخنازير؟ معنا دكتور عمرو قنديل، وكيل وزارة الصحة للطب الوقائي. مساء الخير يا دكتور. مصدر حضرتك. اهلا بحضرتك فن. اهلا بك فن. مصادرنا في مجلس الوزراء بيقولوا ان تاجيل الدراسه تم بناء على مذكره قدمتها الوزيره بان في خطوره من ان الدراسه تتم دلوقتي. الكلام ده حضرتك صحيح ولا غير صحيح؟ لا بصراحه انا ما اقدرش ارد عليك في الجزئيه ديت. يعني عشان انا ما كنتش يعني يعني، لكن لا اقدر اقوله لك يعني، وكنت مع حضرتك انا يعني متصرف بحضرتك ومع كل الساده المسؤولين من اسبوع، وقلت لحضرتك ان احنا في وزاره الصحه في وقت حتى كان في وقت الجائعه في 2009 ما خدناش هذا القرار، ولا اجلنا دراسه، ولا كان موضوع تاجيل الدراسه من الاول دوت كان له قرار بالانفلونزا الموسميه اللي موجوده اللي هي كانت معروفه في 2009 بانفلونزا الخنازير. يعني فانا ما اقدرش اجاوب حضرتك على هذا السؤال، لكن اللي اقدر اقول لحضرتك عليه ان احنا فيما يخص الوقائي الطب الوقائي ووزاره الصحه والاجراءات، فدي هي انفلونزا موسميه، والانفلونزا الموسميه دي بتحصل في كل حته في العالم، وبرده نفس الكلام اللي باكده وقلته حضرتك المره اللي فاتت، مفيش وباء موجود في مصر، مفيش تفشي وبائي موجود في مصر، واحنا كان عندنا على فكره في بعثه من منظمه الصحه العالميه في جنيف، المكتب الرئيسي في جنيف. والبعثه دي كانت موجوده، وحضرتك كان في على فكره كاميرات من عند حضراتكم في المحور، كانت شفتها وتابعتها، وحضرتك كنت موجود وكانت الوزيره موجوده. ايوه على فكره، والكلام اللي قالوه المعنيين واكبر خبراء في العالم فيما يخص موضوع الانفلونزا قالوا بنفس النص كده بالظبط حضرتك. مصر فيها نظام ترصد قوي جدا بيترصد الحالات، مصر بتتنبأ بحدوث الحالات، مصر ما فيش فيها اي، ده الكلام بالنص اللي هم قالوه مترجم يعني، ما فيش اي ميسنج بوينت، يعني ما فيش اي نقاط يعني ان هي تقوى يعني موجوده واحنا ومصر ما خدتهاش، والفيروس اللي موجود في مصر ده، الفيروس اللي موجود في مصر ده هو اللي موجود في كل نصف الكره الشمالي كلها. وقالوا حاجه ثانيه جميله جدا والله، يعني كده يعني قالوا ايه، يا ريت يعني انا مش عارف ايه الاهتمام الكبير جدا وايه الضجه الرهيبه ديت على الانفلونزا الموسميه H1N1. في حاجات اهم بكتير جدا في الامراض المعديه وفي الصحه، فما ما هذا كل يعني اللي بيحصل على الانفلونزا يعني. ربما لان مثلا في 54 حاله وفاه لحد دلوقتي اظن يا دكتور، او صحح لي. هقول لحضرتك على حاجه يا استاذ. احنا كل سنه حضرتك احنا بنقارن الوفيات من الانفلونزا والالتهاب الرئوي اللي بتحصل في هذا العام مقارنه بالاعوام الماضيه من الانفلونزا والالتهاب الرئوي، هي في نفس المعدلات، ما فيهاش زياده يا فندم. الوفيات هي في نفس المعدلات. الفكره كلها زي ما احنا قلنا ان في هذا الموسم بتاع 13 14 موسم الانفلونزا السنه دي، معظم حالات الانفلونزا نتيجه فيروس H1N1. في السنه اللي فاتت العام الماضي موسم الانفلونزا الماضي كان معظم حالات الانفلونزا نتيجه فيروس H3N2. اللي هو الانفلونزا الطيور. الانفلونزا لا يا فندم، لا انفلونزا الطيور يا فندم، لا نوع من الانفلونزا الموسميه. الانفلونزا الموسميه دي حضرتك هي فيها كذا نوع، اكتر نوعين شائعين اللي هو H3N2 والH1N1. فسنه بيبقى فيها النوع السائد H3N2، سنه موسم ثاني يبقى فيه H1N1، واخد بحرك؟ لكن اللي انا باكد لحضرتك عليه ثاني، ولازم طبعا يعني كل الساده المشاهدين معاك يبقوا عارفين، ان احنا بنقول مفيش
وباء في مصر، مفيش تحور للفيروس في مصر، هي انفلونزا موسميه. اللي بناكد عليها تاني ان حضرتك بنقول اي شخص بصفه عامه يجي له انفلونزا هو مرض بسيط، ولكن بقى في المجموعه اللي عندها عوامل خطوره اللي هم السيدات الحوامل، الناس اللي عندها امراض مزمنه في القلب وفي الصدر، الناس اللي هي كبار السن فوق ال 65 سنه اللي حضرتك انت حضرتك وضحت ده. طب يا فندم، في تصريحات طالعه من الوزاره بتقول ان في 50 مليون واقي او الكمامه، دي فين ال 50 مليون دول؟ حاطينهم في المخازن مثلا؟ لا يا فندم، هو احنا حضرتك لما بنقول، لما كانوا بيقولوا اجراءات وزاره الصحه ايه في الاستعداد اللي خدتها، احنا بنقول ان وزاره الصحه حاطه خطه مستعده لمواجهه اي ظروف او اي امراض معديه. فاحنا في عندنا كميات كبيره جدا زي ما احنا قلناها، عندنا 30 مليون ماسك موجودين. طب ما يتوزعوش ليه يا فندم دلوقتي؟ يعني على الطلاب او مناطق؟ لا 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 لا، هقول لحضرتك. لا يا فندم، برضه ما احنا ده موجود يا فندم عشان ده بيبقى الفريق الصحي في المستشفيات. ما فيش، عشان برضه حضرتك يبقى الناس كلها عارفه، هذا الاجراء غير واجب تنفيذه نهائيا. احنا بنقول امتى الواحد اللي هو نازل، اذا واحد مريض او عيان، حتى لما حضرتك اي حد فينا بيسافر بره في اي بلد بره، حضرتك احنا بنلاقي الناس كلها لابسين ماسكات؟ لا، لا، هي في فتره اللي هي حصلت في الصين وفي كوريا ايام ما كانوا بيقولوا انفلونزا الطيور كانوا كلهم بيبقوا لابسين ده. لا، عشان كان في حضرتك بقى ساعتها في تفشي وبائي، كان في وباء، ده صحيح، كان في العالم كله بالظبط. لكن مفيش اي اجراء في اي بلد في العالم بتقول الناس كلها تلبس ماسكات والطلبه تلبس ماسكات. طب ليه كل الدكاتره في كل المستشفيات ما بيلبسوهوش؟ المفروض، ما هو ده بقى اللي احنا، لا، اي دكتور بيبقى اشتغل في رعايه مركزه او بيشتغل في رعايه مركزه مع عيان او بيشتغل مع عيان، هو بيصفط العيان. يعني كل اجراء له لازم يكون ان انا البس فيه ماسك، لازم يكون بشتغل مع عيان في اوضه عزل لازم اكون لابس ماسك، بكون بشفط العيان مثلا يبقى لازم اكون لابس ماسك، كل الحاجات دي. دكتور عمر، انا يعني بشكر حضرتك على سعه صدرك، الكلام اللي حضرتك بتقوله علمي، انا شخصيا بحترم العلم. المؤتمر اللي حضرتك بتقول عليه انا تابعته، الكلام اللي حضرتك قلته نقلا عن المؤتمر حصل بالفعل، انا تابعته من مندوبي منظمه الصحه العالميه، ده صحيح. لكن معلش قدرك اننا نطرح عليك الاسئله، لانه الراي العام هكذا يفكر او تسرب اليه المعلومات. احنا في موسم في مزاد، اشعال الحرائق مستمر من كل الجوانب، الطابور الخامس جيوشه كبيره والمتحالفين معاهم ايضا، لان موسم مزاد، داخلين على انتخابات وكل واحد عايز يكسب الانتخابات، ممكن يولع الدنيا كلها عشان يكسب الانتخابات وبس، المهم عنده القضيه الكرسي. اظن معايا كمان دكتور محمد محمدين، دكتور محمد محمدين رئيس جامعه قناه السويس. مساء الخير دكتور. اهلا بحضرتك يا دكتور. الله يحفظك دكتور. قرار تاجيل الدراسه ل 8 مارس بدعوى استكمال الاجراءات الامنيه وإعادة المنشآت إلى حالتها الأولى، هل الكلام ده منطقي أو مقبول، أو حضرتك شايفه ممكن يدخل عقولنا؟ أنا أعتقد إن هو في أكثر من مشكلة عندنا. المشكلة الأولانية يمكن زي ما حضرتك ذكرت من شوية، هي مشكلة الإنفلونزا. أعتقد هي الهاجس الكبير بالنسبة لنا. إحنا الأسبوع اللي فات كنا خدنا قرار هنبدأ الدراسة يوم 22، ولكن المدينة الجامعية كنا هنقفلها لمدة أسبوعين. في لجنة قومية مكونة بالمجلس الأعلى هتعمل نوع من التفتيش على المدن للتأكد من يعني كل شيء خاص بالنظافة حتى لا تنتقل العدوى. فكنا احنا هنقفل المدن الجامعية لمدة أسبوعين. ده حدث الأسبوع الماضي. القرار إن تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين يعني كاملين، أعتقد الهاجس الاول او الخوف الاول من الانفلونزا، الخوف الثاني طبعا يبقى الموضوعات الامنيه اللي احنا بنتكلم فيها. يعني موضوع الانفلونزا فارض نفسه رغم ان الحكومه ما قالتش كده. ده في رايي الشخصي يعني. وانا بحترم راي حضرتك الشخصي جدا. هل ده هيؤثر على الطلاب يا دكتور؟ يعني على المناهج مثلا اللي المفروض يدرسوها، هل هنقدر نعوض الفتره دي؟ يعني اكتر من شهر اهو. طبعا ده في تاثير طبعا هيحصل. احنا بنحاول بقدر الامكان نعمل اعاده يعني جداول ثانيه، هنشوف كل كليه هتقدر تعمل ايه، هتزود الحفظ ازاي، ممكن نشتغل سبت، نشتغل جمعه، نشتغل متاخر. يعني احنا هنقعد مع كل كليه ونشوف ممكن يعني نعمل تغطيه للفتره دي ازاي باذن الله.
هل من الممكن مثلا الجامعات اللي كانت بتاخد اجازه يوم السبت تدرس كمان يوم السبت التعويض الفتره دي؟ دي حاجه عاديه، احنا اوريدي عندنا يوم السبت بيبقى يعني اجازه، لكن في ناس بتاخد فيها محاضرات وعمليات تعليميه في بعض الكليات وبعض الاقسام بتبقى ماشيه عادي نتيجه مثلا بيبقى ضغط شغل او عدد طلبه اكتر او في حد متاخر، ده ماشي. بالعكس ده انا ممكن يوم الجمعه كمان اشتغل يعني. يعني كمان ممكن نشتغل الجامعه تشتغل جمعه وسبت؟ طبعا طبعا، يعني ده وارد. وارد طبعا يا فندم. لكن يعني نقدر نقول ان الازمه دي ادارات الجامعات تقدر تتعامل مع المساله وتعوض الفتره دي رغم طولها. باذن الله اعتقد احنا نقدر، يعني كل جامعه تقدر تكيف ظروفها، واعتقد ان شاء الله هيبقى في نوع من التعاون بين اداره كل كليه والطلبه بتوعها، واعتقد احنا في ظروف زي ما حضرتك قلت كده، احنا في ظروف صعبه، داخلين على الانتخابات الرئاسيه، داخلين على مشاكل، وفي ناس بتحاول توقع البلد وتهدم البلد، فاعتقد احنا لازم نستوعب هذا الكلام. دكتور محمد محمدين رئيس جامعه قناه السويس، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. ده على مستوى الجامعه. طب على مستوى التعليم الابتدائي او الاعدادي او الثانوي، يمكن الجامعات يقدروا يلموا الموضوع، الجامعه تقدر تشتغل كمان جمعه وسبت زي ما دكتور محمد محمدين قال، لكن في المدارس الابتدائيه والاعداديه والثانويه ليه ما استؤنفتش الدراسه؟ اسال دكتور كمال مغيص الخبير التربوي. مساء الخير دكتور كمال. مساء الخير على سيادتك يا فندم والساده المشاهدين كلهم. اهلا بحضرتك. رؤيه حضرتك لتاجيل الدراسه طيب في الجامعات عشان استكمال إعادة الإنشاء وتأمين أمني، لكن ابتدائي وإعدادي وثانوي ليه؟ أنا أظن يا أستاذ نصر إنه الموضوع مش مرتبط ببعض الإنشاءات هنا أو هناك، يعني على الأقل حتى لو كانت بعض المنشآت منهارة فالجامعة فيها متسع وفيها مكان، واستمرار الدراسة مسألة مهمة، وإذا كان ده حجة بيرفعها مجلس الوزراء بالنسبة للجامعة فزي ما سيادتك قلت في اول الفقره ايه حجته بالنسبه للمدارس اللي موجوده. انا اظن انه احنا عندنا منظومه فاشله لا تستطيع ان تتعامل لا مع القضايا اليوميه اللي بنعاني منها كل يوم، ولا مع الارهاب ارهاب الاخوان المسلمين، ولا مع المشاكل اللي يسببها هذا الارهاب، بتعامل باستهتار ولا مبالاه وتصريح من نوع المنظومة الأمنية المدارس المدمرة، وهي مش مدمرة وما فيش مدارس مدمرة، وعيب كمان اننا نتكلم عن اصلاح المدارس واحنا داخلين فاضل لنا شهرين على الامتحانات، والاسر قاعدة على اعصابها في انتظار الامتحان، وما كانش صح كمان انه يتقال علشان التماسك الاسري، لانه حتى فكرة التماسك الاسري بالاضافة اسبوعين ثلاثة كمان معناها بقى ممجوج ولا يصح بحال من الاحوال. نحن لدينا منظومه فاشله لا تستطيع ان تتعامل مع المشكلات. هم عارفين ان منظومه التعليم متدهوره الى حد كبير، الكثافه هائله في الفصول، ليس لدينا منظومه صحه مدرسيه ناجعه ومحترمه ويعني خطط لانقاذ الحالات السريعه، كل هذا مش موجود، وبالتالي بتيجي الحكومه كلها على اخر حد في السلسله اللي ممكن يعنيها، وهو المواطن والطالب وولي الامر. دكتور عمرو قنديل وكيل وزاره الصحه دكتور كمال قال لي دلوقتي ان في سنه 2009 اللي كان فيه وباء بالفعل ما اوقفتش الدراسه، وكنا في نفس الظروف او ربما اسوء. يعني اوقفت ربما لايام قليله، وفي نفس الوقت كنا متحسبين وتكلمنا في الموضوع وقلنا نعمل اشكال من الانقاذ السريع، بعض عربيات الاسعاف الكثيرة تمر حوالين مجمعات المدارس، يعني احنا اتكلمنا وحطينا خطط بهذا الشكل، فضلا عن انه ده بيعكس من ناحية تانية اذا سيبنا الجزء الخاص بالصحة وبالوباء، انه احنا عندنا ادارة متكلسة عاجزة ما عندهاش استعداد انها إدارة بمعنى إيه دكتور كمال؟ إدارة مدرسية. كان ممكن التفكير في شكل من أشكال التواصل الإلكتروني مع الطلاب على الأقل اللي عندهم كمبيوتر، كان ممكن التفكير على إنه مش لازم كل المدرسة اللي هي من 1000 تلميذ اللي هيبقوا 80 تلميذ في الفصل يروحوا كلهم في وقت واحد، كان ممكن نقسم الفصول تروح يوم ويوم تاني، كان ممكن نقول ساعة
سنة أولى الصبح وسنة تانية الساعة كذا وسنة تالتة الساعة كذا، فنضمن توزيع التلاميذ على الفصول، لكن إحنا ما عندناش إدارة مدرسية الحقيقة مستعدة لمواجهة مثل هذه الأزمات. بس ده قرار مجلس وزراء، ده قرار مجلس وزراء مش قرار إدارات مدارس يعني. ما هو على الاقل كان المفروض ما انا عارف، ما هو لان هم كمان مش قادرين حتى في مجلس الوزراء، ما هو المفروض ان مجلس الوزراء ده في الاخر هو محصله الـ 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 الوزارات وحاله الوزارات، كان المفروض يكون وزير التعليم يشرح على مجلس الوزراء اشكال من التعامل مع هذه الازمه بحيث ما نعطلش الدراسه بهذا الشكل. وانا اظن في النهايه يعني انه المسكوت عنه في الموضوع الاحساس بأن منظومة التعليم نفسها منظومة متدهورة يعني لن يفرق معاها أسبوع أو أسبوعين من العطلة. دكتور كمال مغيث بشكر حضرتك شكرا جزيلا. طبعا استعرضنا كود أو أهم الأخبار.